انا عبد اللطيف عقيد حارس ديال السبيطار ملوان على حساب جماعه السويهله، وكنت خدام فيه من 3 سنين. هذه 3 سنين خدام فيه، والسيد عيط لي السيد اللي المنظف الجماعه قال لي راه حبسك الرئيس. من بعد فاتوا الانتخابات تناظرنا، مشيت لعندو قلت ليه علاش تحبستيني، تيقول لي ايه انا اللي حبستك، المهمه باش يعطيني انا راس الخيط. هذا الشيء اللي عطى الله، وخدمت معاهم انا 3 سنين، انا خدام معاهم من شهر 6 ديال 2019 حتى لشهر 9 ديال 2021. هاد الشيء اللي عطى الله 3 سنين ديال الايام. المطالب داك الشيء اللي خدمت ضعت فيه، خدمت فيه شهرين قبل الخدمه، قبل كاع ما يتحل السبيطار خدمت فيه شهرين متابعه ما تخلصتش فيها. بقينا تنعاني، والسيده كتعيط لي الا بغات شي حاجه ولا وقع عندها شي حاجه، باقي السيده كتعيط لي، كنتعاون معها كنقضي لها المسائل اللي بغات، نتسخر لها شي بلاصه بحال السبيطار السويهله، كنجيب ليها الدواء. هذا الشيء اللي عطى الله. لا مكرفصه الحاله، مكرفصه السبيطار الحاله مكرفصه، ما جابوا لا ما كاين لا عساس لا يديك ولا يخليك، الميناج ما كاينش، العساس ما كاينش، ايوا هادشي اللي عطى الله. فرمليه بوحدها اللي كاينه وسط السبيطار قدو قداش هو تيبان على الشاشه. حتى شي واحد، انا اللي كنت فيه حارس. هادشي اللي عطى الله. البقايه اللي كنتي كتخدم معاك كانت مزيانه، تعاونت مع السيده الممرضه، ماشي زعما كنخدم بالليل واحد. لا كنخدم غير بالنهار، كنخدم غير بالليل، كنخدم وتزادني نقول تنتعاون معاك شويه بالنهار واحد ساعتين ولا ثلاثه، نتعاون معنا في بنادم على الزحام وكذا، وكانوا الناس كاين بعض الراجل اللي ما تيقدرش يدخل كاع على السبيطار حتى كيعيط ليا، كلفوني انا تنقضي لهم انا غرضهم هنا فين على برد، كنشد عندهم الكارنيه تنشد لهم الدواء من عند الفرمليه، كاين اللي ما يقدروش يدخلوا الناس، الرجال ما تيقدروش يدخلوا عند الفرمليه، كنشد لهم الدواء تيمشيو في حالاتهم. هذا الشيء اللي عطى الله، ما درتش انا شي ذنب باش تخصم واحد في القبيله ولا كذا ولا كذا، ما كاين لا دواء لا والو. كيجيو الناس حتى لهنا هافين، كتقول لهم ما عنديش، ما عطاونيش، ما صفطوا ليش هاد الناس، حتى هما الناس ديالهم ما صفطوا لهاش الدواء، وكيمشيو في حالاتهم. كيمشيو للسويهله كيقول لهم سيروا لسبيطاركم، تيقولوا سيروا تيمشيو بلا ما هي، ما هي ما كتشوفش هي السويهله، كتشوف هي راسها هنا ما عندهاش، يا كتشوف راسها هنا هي ما عندهاش. وكاين شي واحد كيمشي للسويهله كيقول سيروا لسبيطاركم، سبيطاركم شنو فيه؟ فيه الظل، هو اللي فيه والمحلات. هاد الشيء اللي عطى الله، ما كاين لا دواء لا والو. وزايدين هزيدها بالطرد ديال سميتو رئيس الجامعه ديال التعسف ديالي، انا طردني هكاك، ما تخاصمت مع احد، ما عنديش انا شي مشكل مع شي واحد في القبيله، بغيت واحد يجي يقول لي انت خايب، واحد في القبيله فيها ايت موسى ملوان ايت كوفي، يجي يقول لي انت خايب درتي معايا ودرتي معايا، ما كاينش شي واحد. السيد كيجي هنا ما تيلقى دواء، تنشوف فيه راجل كبير عيان، الا ما كان ليه ذاك الدواء باش لا اله الا الله محمد رسول الله، كنهز انا موطوري كنمشي للسويته كنجيب ليه الدواء ديالو، وهنا ما كاينش. كنطلب ليه تقول لي ها الكارني اعطيني السيد الدواء ديالك، راه كاين تما كاع غا في الظل. هذا الشيء اللي عطى الله. كان طالب انا الى باش غادي نقول لك، الله اعلم واش باقي شي رزق ولا محال، معاهم هما بهدا ورزق الله تعالى. هذا الشيء اللي عطى الله، نهرقت منه، هرسوا الجاج، سرقوا الثلاجه، هذا الشيء اللي عطى الله. هذا الشيء انا قلت له السيد القائد هو الاول، قلت له القائد دخلت لعنده قال لي يا ولدي انا ذاك الشيء سوق الصحه، قال لك الا كانت شي حاجه شي مدابزه قال لك نجي لتم. خرجت من عندهم مشيت عند سيد الباشا قال لي دابا نشوف لك هذاك الشيء. الساعه ما تبقيش شفت فيهم حتى شي واحد، لا القايد ولا سيد الباشا، بجوج ما عمرهم ردوا عليا بشي حاجه، وفي راسهم هذا الشيء نقولوا المقدمين الشيوخ القبيله في راسهم السرقه كاينه وتهرس الجاج. انا في الخدمه طعيتت لي السيده قالت لي راه انا كاين عند جدرميه، راه السيده الممرضه قالت لي انا كاين عند جدرميه، لا لما سير جيب لي واحد الطلب راه كنت درتو على حساب عليك انت على الاساس باش كذا كذا، يعني خاصني الاساس تما في السبيطار. قلت لها سيري للدار قلت لها سيري عند المرض تعطيك هذاك، نعيط للمرض توجدوا لي. هذا الشيء اللي عطى الله.